لأبناء القبائل في مسافة 6 كيلومترات. كما نذكر مشاهدينا متابعينا الكرام بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 2 من ظهر هذا اليوم، وهجن وإذاع أصحاب السمو الشيوخ. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع مقدمة هذا الشوط وما يحمله من تحديات ومن أثارة، وأرى هناك اللي قادة المجموعة، نتابع الخاطرية، نتابع الخاطرية من قادة المجموعة، شعار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على ظهر الخاطرية وهي تنطلق بناموس هذا الشوط ليها، اللي في المركز الثاني، اللي في المركز الثاني من الجانب الآخر أرى هناك المسك لبخيت بن علي بن مطر الاجتبي تنطلق بالمقدمة، ومع المركز الثالث خطيرة للسلطان بن يراح بن سالم الاجتبي متابعا لانطلاقة خطيرة أبو سالم أيضا مع الأداء المتميز، ومع المركز الرابع أرى هني حلوة 2 كيلومترات والمسك على الصدارة، المسك تقود المجموعة بخيت بن علي بن مطر بن علوان الاجتبي متابعا لانطلاقة المسك وهي تنفرد بناموس هذا الشوط، تخرج خارج السر وحيدا تندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية يا الشوط يا المركز الثاني. المركز الثاني نتابع ايضا التسلل الخاطرية لمطر بن سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، من يتابع ايضا هذا الانطلاق المثير اللي تقدمه الخاطرية الذي ايضا بدأ تشن الهجوم وتقلص المسافة ما بينها وما بين المس الثنتين اللي ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركين، ومع المركز الثالث، المركز الثالث دولة لسالم بن حميد بن عبد الله الخاطري، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التحديات أيضا من خطيرة للسلطان بن يراح بن سالم الاكتبي، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع التحدي المثير. يا سلام الثنتين اللي ابتعدن ابتعاد كلي، المسك والخاطرية، الخاطرية والمسك غادرا لوحة الكيلو المتر الأخير مع هذا الرقص المتجدد، مع هذا الاندفاع الجميل، ولكن الخاطرية انطلقت بالصدارة بالشعار مطر بن سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، من أعلن هذا الانطلاق المثير للخاطرية، وبعد المغادرة، بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير المسك مع المركز الثاني لبخيت بن علي بن مطر بن علوان الاجتبي، والثنتين على الصدارة، الثنتين على مقدمة قدمت هذا الشوط، والمعركة ثنائية، الصراع ثنائي على مقدمة هذا الشوط، وأظن الشوط شوط الخاطرية من جبرة الخاطر مع هذا الأداء المتميز وبهذا الشعار، شعار مطر بن سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. يا سلام الخاطرية على الصدارة بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، تنطلق بالصدارة، تنطلق بالمقدمة، باعدت المسافة الخاطرية، وللمرة الثالثة تهانينا لهذا الشعار، شعار مطر بن سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع الأداء المتميز اللي تقدمه الخاطرية، وبدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، تقترب من خط النهاية. تهانينا لمطر بن سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على فوز الخاطرية بالمركز الأول، المركز الثاني المسك لبخيت بن علي بن مطر بن علوان الاجتبي، المركز الثالث لسلطان بن يراح بن سالم الاكتبي، المركز الرابع لسالم بن حميد بن عبد الله الخاطري، المركز الخامس تصل فيه حلوة لفهد بن طحنون الهاجري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى
نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الخاطرية 9:35 و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمطر بن سعيد بن مطر بن محمد الرميدي وسلام يا السمحة سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته الخاطرية المركز الثاني المسك 9:37 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لبخيت بن علي بن مطر بن علوان الاجتبي واللي وصلت مع المركز الثالث خطيرة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9:39.6 من الثانية. تهانينا لجميع الفائزين بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة في صباح هذا اليوم مع سن الإذاع سن الإمتاع لأبناء القبائل وفي مسافة 6 كيلومترات. نتابع مشاهدينا متابعين